وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي. دكتور فخري بعد التحية، وكالة موديز أشارت إلى أن معدلات التضخم العالمية مرتفعة وغير عادية، في رأيك كيف أثر ارتفاع أسعار السلع على الإنفاق والنمو الاقتصادي للدول؟ لأنه ارتفاع معدلات التضخم جاي نتيجة أنه معدلات النمو في الطلب العالمي بعد التعافي من جائحة كورونا وتطعيمات، لكن هناك مشكلة في سلاسل الإمداد التي تمد العالم بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، الأمر اللي أدى إلى أنه التضخم العالمي زاد على مدار سنة 20 كان معدل التضخم 2.8% على المستوى العالمي، يعني في دول زي الولايات المتحدة الأمريكية كان معدل التضخم فيها لا يتعدى 2%، في اليابان كان قريب من الصفر، وعلى وأوروبا كذلك يعني في حدود 1%، لكن لما في سنة 21 زاد معدل التضخم العالمي من 2.8 إلى 4.4، وأخيرا في سنة 22 اللي هي الربع الأولاني وصلنا إلى 6.2، وده راجع لأسباب كثيرة جدا. النمو في الطلب العالمي أزيد بكتير من النمو في المعروض من السلع والخدمات، وزاد هذه المسألة أنه الأزمة الأوكرانية أدت إلى تسارع معدلات التضخم. شيء طبيعي أن البنوك المركزية العالمية تجتمع كلها، خاصة البنوك اللي عملتها عملات احتياطي زي الفيدرال ريزيرف، البنك الفيدرالي الامريكي والبنك انجلترا المركزي وخلافه، كل دول كلها بتسعى الى تخفيض معدلات التضخم وكسر حد التضخم من خلال رفع سعر الفايده، وكذلك التجديد الكمي بمعنى اخر عدم اعطاء قروض بالشكل اللي كانت بتديه في هذه الحاله. ده طبعا اثر الى انه بقى في معدلات البطاله بدات تتزايد في العالم، ايضا معدلات النمو من خلال المراجعات اللي بيقوم بها البنك الدولي وبعض وكالات التصنيف الائتماني انخفضت من 5.8 إلى 4.4، وهناك توقعات أنها قد تكون 3.5% معدلات النمو العالمي من السلع والخدمات. نعم، البنك المركزي الأوروبي توقع أيضا أن رفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو المقبل نظرا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو، في رأيك دكتور فخري ما أسباب معاناة الدول الأوروبية من ارتفاع الأسعار بالأسواق؟ البنك المركزي الأوروبي يختلف عن البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك انجلترا المركزي وغيرهم زي البنك المركزي الياباني. البنك المركزي الأوروبي يعني حذر جدا في أنه متخوف من إذا ما رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ركود في دول الاتحاد الأوروبي، ولذلك إلى الآن البنك المركزي الأوروبي طبعا كرئيسة هذا البنك كريستين لاجارد اللي كانت مدير عام صندوق النقد الدولي منذ 3 سنوات حذرة جدا، لأن الاتحاد الأوروبي 27 دولة هناك دول ضعيفة في هذه الحالة إذا ما قامت برفع سعر الفائدة. إلى الآن لم تقم برفع سعر الفائدة، لكن يعني هي تتوقع برفع سعر الفائدة في يوليو القادم، يعني تقريبا بعد 2 من الآن، بشكل حذر جدا حتى لا يؤدي رفع سعر الفائدة إلى حدوث انكماش وما نسميه بالركود التضخمي. هي مش عايزة كده في هذه الحالة، ولكن ترغب في أنه كسر حد التضخم مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية. نعم، الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.